هل يكون فقد المودة نحو الزوج أو نحو الزوجة سببا مباحا لطلب الطلاق؟ المودة قد تزول في وقت معين ثم تعود، يكون هناك سبب أو مانع من المودة، فإذا زال هذا السبب أو هذا المانع عادت المودة. فعلى من ابتلي بشيء من عدم المودة هل لا يستعجل وينتظر زوال هذا المانع. نعم. فإن انتهى بذلك إلى عدم المودة فهو سبب إذا استمر أنه لا ليس بينهما مودة فالمفارقة أحسن. قوله تعالى وقوله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا كان الزوج لا يحب الزوجة واستمر هذا معه ففراقه لها أحسن لتجد زوجا آخر فيه مودة، أو كان بالعكس الزوجة لا تود زوجها فلها أن تفتدي منه، لها أن تبذل المال في الخلاص منه، وهذا ما يسمى بالخلع. قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت تخشى لا تقيم حقوق الزوجية معه لبغضها له فلها أن تطلب المخالعة وتبذل له العوض حتى يخالعها.